السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة اليوم من برنامج أحداث وأصداء. موضوع النقاش اليوم الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي على ضوء المبادرة الروسية. فقد استقبل أمس الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد استقبل الموفد الروسي ميخائيل بوغدانوف، وقال بشار الأسد تعقيبا على ذلك أنه يتعاطى بإيجابية مع جهود الحوار مع موسكو لإقامة حوار بين النظام والمعارضة، في حين ذكر بوغدانوف أن بلاده على اتصال مع واشنطن بشأن هذه المسألة. وكان بوغدانوف قد التقى مؤخرا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وتحادثا بخصوص الأوضاع السورية ومشاركة قواته إلى جانب قوات النظام أو نظام بشار الأسد. ونناقش اليوم مشاهدي الكرام أبعاد هذه الزيارة وما تحمل في طياتها من حل لملف الأزمة السورية. ويشرفني مشاهدي الكرام للنقاش حول هذا الموضوع أن أستقبل السيد زهير سالم مدير المركز العربي للدراسات. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم يا مرحبا. بداية أستاذ، كيف تنظر لهذه المبادرة، وهل بقيت أي فرصة للحل السياسي في سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. يعني الآن في الحقيقة مبادرة بوغدانوف أو المبادرة الروسية مقترنة بمبادرة دبستورا واحدة أمام واحدة تشغل الرأي العام بالنسبة لأحداث الثورة السورية، ونحن لا نحب أن نقول الأزمة السورية، فهذه ثورة شعبية حقيقية تنشد الحرية والكرامة والسيادة للشعب السوري. إذا أردنا أن نتحدث عن أطراف ما يسمى بالمبادرة، أحب أن أركز بكلمتين على ما قاله وليد المعلم في بعد لقائه دمستورا الأخير. هو ما زال يتحدث عن مؤامرة يقوم بها متآمرون ضد الدولة السورية كما يقول، ثم يقول بأنه مستعد للحوار السوري السوري. السؤال الذي ينبغي ألا يناور حوله المناورون وألا يروغ منه المراوغون، هل سيتحاور بشار الأسد ووليد المعلم مع مجموعة من المتآمرين؟ نقطة البداية التي كان يجب على دمستورا أن ينتزعها وبوغدانوف أيضا أن ينتزعها، أن يعترف وليد المعلم، ولا أريد أن أقول بشار الأسد لأن بشار الأسد بالنسبة إلينا خارج قوس ومحذوف مطلقا، أن يعترف بأن هناك ثورة سورية وأن هناك معارضة سورية وطنية شريفة أشرف منهم في الداخل والخارج. عندما يعترفون هذا الاعتراف يكون هناك أرضية لما يسمى، سألتيني عنه وأعود إليه، الحل السياسي. لكن في نظرك الآن الحل السياسي الذي تتحدث عليه روسيا لا يحمل أي جديد لسوريا؟ الحل السياسي بالنسبة إلينا كسوريين هو هدف من أول يوم قامت الثورة، وهو مطلب، ولكن هذا عنوان وتحت العناوين دائما تدخل التفاصيل. نحن نرى الحل السياسي حل سياسي بين القوى المجتمعية السورية جميعا. نحن ننظر إلى مستقبل سوريا من خلال مجتمع مدني موحد لا يقصى فيه فريق، لا على أساس ديني ولا مذهبي ولا عرقي ولا سياسي، وإنما يشترك فيه الجميع بوضع أسس الدولة المدنية الحديثة لسوريا المستقبل. أما الحل السياسي بمفهوم أن يكون القتلة والمجرمون جزء من تركيبة سوريا المستقبل، فهذا بالنسبة إلينا إلى الشعب السوري أجمع مرفوض قولا واحدا. الذين قتلوا الشعب السوري بالطائرات والبراميل المتفجرة وغاز السارين وتحت التعذيب، هؤلاء لا مكان لهم في مستقبل سوريا القريب. طيب، في حديثك الآن ربما فيصل مقدري يقول أيضا نفس الشيء، هو قالها أن هذه المبادرة يجب أن تبقي على سوريا موحدة
وأيضا قال أشار إلى السيادة السورية، فهل ترى ربما هذه النقاط اشتراك يمكن أن تستثمر فيها روسيا من أجل أن تنتج حلا؟ وأيضا إذا ما رأينا بأن المبادرة الروسية البعض يراها بأنها ربما متحيزة، معروف روسيا متحيزة للطرف السوري، فهل ينفع أن تقود حوارا وهي ليست لا تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف؟ يعني دعينا نضحك قليلا على مصطلح السيادة السورية. نعم. ونحن رأينا الطائرات الإسرائيلية منذ أيام تقصف في منطقة الديماس وقرب مطار دمشق، وسمعنا من يسمى عصابة النظام يعترفون بهذا القصف. بالمناسبة هذا ثامن اختراق إسرائيلي في عهد بشار الأسد يحدث على الأرض السورية، ثم لا يكون هناك رد. في كل مرة كانوا يقولون نحتفظ بحق الرد، هذه المرة حتى نسوا هذه العبارة ولم يحتفظوا بحق الرد، وإنما قال ذهبوا ليسجلوا شكوى في مجلس الأمن الدولي. إذن نحن لا نريد أن نتحدث عن ألفاظ جوفاء فارغة. هؤلاء منذ أن أسلموا سوريا للإيرانيين وللروس معا لم يبقوا على شيء اسمه السيادة السورية. نحن نعود الآن إلى المبادرة الروسية. المبادرة الروسية أو التحرك الروسي الجديد، ولا أريد أن أقول مبادرة روسية، التحرك الروسي الجديد له أسبابه الدولية والإقليمية والجيوسياسية. روسيا المحاصرة دوليا، المفروض عليها عقوبات، التي تعاني اليوم من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار براميل النفط، كل هذا تحاول من خلال أن تلعب لعبة جديدة، أن تثبت أنها ما تزال لها ميدان في الأفق الدولي. هذه الحركة الروسية، نحن كسوريين نقول دائما، عندنا مثلا نقول نريد عنبا ولا نريد القتال مع الناطور. إذا كان الروس يريدون أو هم مستعدون لكي يرعوا حل سياسي يخرج بشار الأسد وزمرته القاتلة من المعادلة ويعيد الأمر حقيقة للشعب السوري، كل الشعب السوري، فيجب أن يكون لدينا هذا الأفق السياسي القادر على التعامل مع هذا المبادرة. حتى الآن الروس لم يقدموا مبادرة حقيقية بتفاصيل بآليات، وإنما قالوا حوار بين السوريين بغير شروط. هذا عنوان عام فضفاض لا يعني شيئا ولا يفيد شيئا، وإنما يجب أن تكون هناك مبادرة بأهداف وخطوات ثم بآليات لتنفيذ هذه المبادرة. عند ذلك يمكن أن تدرس هذه المبادرة ونحدد موقف منها. طيب، الجديد في الأمر كما يرى متتبعون على غير هذه المبادرة، على غرار المبادرات التي سبقتها كجنيف واحد واثنين والكثير من أفاق الحل السياسي في سوريا، يرون أن الأسد متحمس لهذه المبادرة بالمقارنة مع غيرها. في رأيك أنت ما هو السر في هذا التحمس إن وصفناه بهذا الوصف؟ طبعا هل هناك ضغوط كما وصفتها الآن ممارسة على محيط سوريا على روسيا مثلا كالضغط الاقتصادي والسياسي، أم أن هناك اتفاقا مسبقا بين روسيا وسوريا تخرج فيه في النهاية النظام السوري هو المنتصر؟ دعيني أقول بأن هذه الحماسة الظاهرة التي تتحدثين عنها، نعم، ليست إلا سوى مظهر. الخميني في يوم من الأيام عندما أوقف القتال أو قبل بوقف إطلاق النار مع العراق قال وكأني أشرب كأس السم. بشار الأسد الآن هو رهينة بيد الإيرانيين وبيد الروس، وإذا طلب منه الإيرانيون أو الروس أي طلب لا يستطيع أن يقول لهم لا. لذلك وهو مضطر الآن، مضطر أن يذهب إلى موسكو كما يقولون، وهناك قول بأنه سيزور موسكو قريبا، مضطر أن يتظاهر أنه يقبل بكل الحديث الروسي وبكل العروض الروسية مهما كانت. أنا لا أدخل بتفاصيل ولا أقول أن العروض الروسية هي شيء جيد بالنسبة للشعب السوري المعارضة السورية، ولكن بشار الأسد لا يعني ليس عنده أي استعداد لتقديم أي تنازل على طريق حرية الشعب السوري. سأضرب لك مثلا السيد لؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة، مواطن سوري اسمحي لي أوصفه، علوي يساري شيوعي الأصل، تحدث كلمة واحدة، كتب مقال
هو الآن معتقل ومقدم إلى المحكمة. هذا هو سقف الحرية الذي يعمل عليه بشار الأسد والذي يمكن أن يمنحه لأي معارضة سورية مستقبلية، لا أصوليين ولا متطرفين ولا إخوان مسلمين ولا سنة ولا شيعة ولا. هذا علوي شيوعي من صلب النظام، لم يحمل سلاح ولم ورفض كل تدخل خارجي ويعيش داخل سوريا. اعتقله بشار الأسد، يقدمه لمحكمة بتهمة توهين نفسية الأمة لأنه كتب مقالا. طيب هذا ربما سنحوله أيضا للنقاش مع الإعلامي ربيع شعار والمحلل السياسي ينضم إلينا من بلجيكا. ما رأيك السيد ربيع في هذا الحديث الآن؟ كان يتحدث قبل قليل زهير سالم عن نية النظام بعدم وجود أي نية فعلا لإعطاء حرية للشعب السوري، ولكن إذا ما نظرنا إلى المبادرة الروسية الآن، هناك لقاءات مكوكية قام بها بوغدانوف، بداية من لقائه مع أعراض الائتلاف الوطني السوري في تركيا، ثم لقاؤه في لبنان بحزب الله مع حسن نصر الله وليد جنبلاط ونبيه بري، لقاءات وصلت الآن إلى بشار الأسد. بالأمس كان هناك لقاء مع بشار الأسد، هناك نوع من التحمس الطرف السوري في النظام المعني في النظام لهذه المبادرة، أنت كيف تنظر إليها كمتابع؟ نعم، حياك الله أستاذة بسمة، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك مناظرنا الكبير الأستاذ الذي كنت أتابعه قبل قليل، وما شاء الله يعني إذا حضر بلال يبطل الأذان، ولكنني سأتدخل في هذا الأمر بمعلومات دقيقة أعرفها وأشهد بها، وصلتني من مصادر موثوقة جدا، وأنا لا أقول إلا الحق بإذن الله. أولا، روسيا دولة مهزومة اليوم على الساحة الدولية، لا تملك أي أوراق للعب بها على الطاولة السورية أو الطاولة الدولية أبدا أبدا، الأوراق هي بيد إيران، وروسيا اليوم كما تفضل أستاذنا سالم وشرح هي تحاول العودة إلى العالم أو إلى الواجهة الدولية لتثبت لهم بأنها ما زالت دولة قائمة وهي تنهار اليوم وتقبل خزية أرجل الغرب لكي يرضى عنها ويخفف عنها الحصار. روسيا تحاول العودة إلى العالم عن طريق البوابة السورية وعن طريق بشار الأسد، وكل ما يصدر عن ما يسمى بالمبادرة الروسية هو مجرد أكاذيب تطلقها أبواب حساب الأسد، الأبواب المخابراتية مثل صحيفة الأخبار الحزبياتية اللبنانية أو السفيرة وما شابه ذلك. إذن لا مبادرة روسية على الأرض نهائيا، وما يقال ويشاع عن معاذ الخطيب أنه سيكون رئيس حكومة وما شابه ذلك، هذا كلام كذب وعاد عن الصحة، ومعاذ الخطيب لا يمثل أحدا المستوى السوري ابدا. معاذ الخطيب رجل كان موظفا في وزاره الاوقاف السوريه يقبض راتبه من الاسد، وقد قال هذا الكلام وليد المعلم، قال في موسكو، وقد وصلني من مناظرين كانوا يحضرون المؤتمر الصحفي، قال لهم بعد المؤتمر الصحفي: هل تصدقون بانه من المعقول ان نفاوض رجلا كان موظفا لدينا في وزاره الاوقاف؟ هذا اولا. ثانيا، معاذ الخطيب لا يمثل اي طيف من اطياف الثوره السوريه، الرجل خرج من سوريا في عام 2012 في شهر تموز بجواز سفر سوري بتاشيره سفر من الهجره والجوازات المخابراتيه الاسديه، ذهب الى مصر ومن ثم وضعه باذن بلده رياض سيف عنوه وظلما وعدوانا بلعبه دوليه مخابراتيه خطيره، رئيسا للائتلاف الوطني هذه العصابه المتجمعه من شرذات الافاق في سوريا. هذا ثانيا. ثالثا، عندما يتحدثون عن مناف طلاس، العميد مناف طلاس وعودته كوزير الدفاع، مناف طلاس صديقي وانا كنت معه منذ ايام واتواصل معه دائما، وقد قالها الرجل علنا: لم انشق عن اصابه الاسد التي كانت تشنوني على المشاركه في قتل ابناء شعب سوريا ورفضت ذلك وتعرضت للهلاك، وهناك امور مخفيه سنقولها فيما بعد سنوضحها للعلم، لم انشق عن هذه الاصابه لكي اعود اليها يوما من الايام. وانا اشهد لأن هناك دولا قدموا للعميد مناف طلاس مشروعا بدعمه ماديا وعسكريا للذهاب الى سوريا ومقاتله، قالوا له فلتبدأ بداعش والقاعده، قال لهم طريقي واضح: قصف المهاجرين في دمشق، اسقاط اصابه الاسد اولا، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث، لن ارفع سلاحا سوريا في وجه انسان سوري حر،
طيب سيد ربيع الشعار، أنت حسب رأيك لا توجد لا مبادرة روسية ولا شيء، إنما هي مجرد مناورات تقوم بها روسيا لإنقاذ نفسها من الواقع الاقتصادي والسياسي والعزلة المفروضة عليها الآن. ولكن إذا ما ذكرنا أنه زهران العلوش زعيم الجبهة الشعبية تمثل فصيل من فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، هو الآن يبدي استعدادا للحوار مع النظام، يعني أين يمكن أن نضع هذا في حديثك بأن روسيا ربما هي غير جدية ولا يوجد أفق للحوار مع النظام السوري على الأقل في الوقت الراهن؟ نعم، بما أنها لعبة سياسية يضطر الأخوة المناضلين المجاهدين على الأرض مثل السيد زهران علوش، وهو الذي لا يمثل طيبا كبيرا من الثورة على فكرة، هو يمثل جزء صغير من الثورة وجزء صغير أيضا من جزء من الثورة من الجبهة الإسلامية التي تجمعه مع أحرار الشام وثقول الشام. هذا الرجل يلعب سياسة وأنا معه في لعب السياسة، لأن روسيا دائما في كل مبادراتها، أختي الكريمة، روسيا هي من تقتلنا منذ 4 سنوات، لا أحد غير الدب الروسي هو من يقتلنا. أن جميعنا نذكر أنا والمناضلون هنا في بروكسل اقتحمنا ولوثنا السفارة السورية في بروكسل 3 مرات بعنوان انتماء احتجاجا على قتل هذا الشعب السوري. هي التي ملكت العالم من أن يتدخل حتى إغاثيا لإنقاذ المشردين السوريين، فكيف لها أن تأتي السوري بالخير؟ طيب ماذا عن مبادرة ديمستورا؟ أنت كيف تنظر إليها بما أنه ترى بأن الطرف الروسي لن يحمل أي جديد للشعب السوري الذي الآن هو يبحث عن حل لإيقاف سفك الدماء؟ نعم، ديمستورا مبادرته مبادرة فاشلة أسدية تافهة تشبه المبادرة الروسية، وقد رفضها ثوار حلب وقد رفضتها الثورة، وكلها مبادرات سفيهة تافهة سخيفة مدعومة من روسيا وإيران تحديدا. لن تبقى عصابة الأسد في سوريا، لا حل في سوريا إلا بإسقاط عصابة الأسد وكل من اشترك في سفك دماء أبناء الشعب السوري. هذا هو الحل الوحيد، إما هذا الحل، إما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. هذه كلمة الثورة وبس. طيب شكرا جزيلا لك سيد ربيع الشعار الإعلامي والمحلل السياسي، أعود بفكرته إليك أستاذ زهير سالم. هو يرى بأن هذه المبادرة الروسية لا أساس لها ربما من الصحة، هي مجرد مناورة، وأنت ترى بأنها ربما لماذا لا نمسك بهذا الطرف لنوصل كما يقول مثل العربي الكذاب لباب الدار، ونحن ربما كل الأطراف الموجودة لم تقدم شيئا منذ بدء الأزمة السورية إلى الآن، فما هو ربما يعني رأيك؟ في الجوهر أنا أحيي الأخ ربيع، و في جوهر ما كل ما قال نحن متفقان على كل شيء وليس هناك شيء نختلف عليه، بل هو يتكلم يعني روحية السوري الثائر المحترق قلبه على وطنه. يعني أنا فقط أريد أن نتأد قليلا فقط بشأن السيد معاذ الخطيب. السيد معاذ الخطيب هو شخصية وطنية له آراءه الشخصية، أنا يعني هو رجل لا يدعي أنه يمثل لا جناح ولا هو يقول أنا أتصرف، عنده رؤية، عنده ضمير، عنده إحساس معين بأزمة قائمة في سوريا يتصرف على أساسه. هذا أنا لست مؤيدا معه في تصرفاته، ولكن لا أرى أنه يعني يمكن أن يجرح بهذه الطريقة. ولكن هل ترى ربما يعني مبادرة الآن، يعني كونه كان موظف في سوريا، سوريا بلدنا جميعا وكل واحد فينا يمكن أن يكون موظفا صغيرا أو كبيرا فيها، وهذا لا يضيره. أنا أحب أن أقول في هذه النقطة، أرجو من أخي ربيع انه معاذ الخطيب يعني نقف ما مثل ما وقفنا من فراس اطلاس، يعني والان كان يعني يتفهم وجهه نظر فراس اطلاس فنتفهم وجهه نظر. اعود الى سؤالك الجوهري، وقال اخي ربيع بانه هذه الان لعبه سياسيه، الناس كلها تلعب سياسه، بشار الاسد وعصابته يقولون بانهم مستعدون للحوار، وروسيا غريق يريد ان يستثمر بقشة يتعلق بها هي القشة السورية. يعني الذهاب في طريق السياسة ليس أمرا شائنا ولا ضائرا، الأصل أن تكون المبادرة الآن عند من سماهم الأخ ربيع قوى الائتلاف الوطني، الذي نلحظ، أنا لا أريد أن أقول إلا أن نلحظ أنه متغيب غياب حقيقي عن الساحة،
يدير ظهره للمشهد منشغل بجزئيات تخص أشخاصه ولا يقوم بدوره كما يجب في حمل الأمانة وفي مناقشة هذه المبادرات. يعني لم يكن مسموحا مثلا لديمستورو أن يلتقي مع قوى عسكرية على الأرض. الأصل أن هناك ممثل اعترف به المجتمع الدولي اسمه الائتلاف، هذا الممثل الوحيد الذي اعترف به هو الذي يلتقي مع ديمستورا ومع غير ديمستورا. الآن هل نلعب مع الروس؟ السؤال هكذا، هل نلعب مع الروس؟ السياسة والحصافة، ويجب أن يكون الرأي ليس رأي زهير ولا رأي ربيع ولا رأي معاذ كمنفردين، وإنما يجب أن يكون لدى المعارضة السورية قدرة وقوة على أن تقول نلعب وكيف، أو لا نلعب ولماذا، أو وما هو البديل. إذن نحن عندما نقف أمام هذه المبادرات، هذه استحقاقات وطنية. صحيح أنا أؤيد كل ما قاله الأخ ربيع بأنه حياة تسر الصديق أو ممات يغيظ العدا، لكن هناك واقع على الأرض. إذا كان بالأمكن تقليل الضحايا والوصول إلى الأهداف بطرق أيسر، فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن ذلك. الذي يعني يؤلمني كما قلت وأعيد، غياب موقف أصيل لمعارضة متوحدة. المعارضة اجتمعت أيضا ببيغدانوف في تركيا وتحدثت وأعطت وجهة نظرها، قالت أنها تشكك في هذه المبادرة، ألا يكفي ربما هذا؟ يعني نحن إذا تحدثنا عن زيارة السيد معاذ الخطيب، أظن مضى عليها الآن شهر تقريبا لروسيا، نعم، يعني إلى روسيا، والمعارضة غائبة، مبادرة ديمستورا التي تطبخ منذ أشهر والمعارضة غائبة. أنا أتحدث عن هذا، ودائما كذلك أنا أريد أن أقول الرفض ليس حلا، إذا كنت سأرفض يجب أن أقدم بديلا. يعني أنا أدرك وأحب أن أقول هذا أمام المشاهدين، المعارضة الائتلاف دعينا لا نعمم نقول يضع بيض الثورة السورية كله في السلة الأمريكية، وأمريكا اليوم هدفها الأول والأخير هو حرب ما يسمى الدولة الإسلامية. صحيح. قضية الثورة السورية بالنسبة إليها متنحية، قضية بشار الأسد إذا كانت تفكر في إزاحته فهو متنحي. إذن نحن علينا أن نجد لأنفسنا بدائل، نحن قضيتنا بشار الأسد، الإرهابي الأول بالنسبة إلينا بشار الأسد، القاتل الأول بالنسبة إلينا بشار الأسد. نحن لسنا، مشروعنا ليس مشروع ما يسمى الدولة الإسلامية، هؤلاء المجموعات، يعني ثورتنا ليست ثورتهم، أهدافنا ليست أهدافهم، مستقبلنا في سوريا ليس المستقبل الذي يريدون أن يرسموهم، هناك مفاصلة كاملة بيننا وبينهم. ولكن هذا لا يعني أننا نعتبر قتال هؤلاء الناس مقدم عندنا على قتال بشار الأسد. نحن أصحاب مشروع ينفصل انفصال تام عن المشروع الأمريكي في هذه النقطة. نحن نقول بشار الأسد أولا وقبل كل شيء، أمريكا تقول الدولة الإسلامية أولا وقبل كل شيء، لا نستطيع أن نلتقي. إذن يجب الآن أن نعيد صياغة موقفنا وأن نبحث عن حلول جديدة ونقدم بدائل جديدة للشعب السوري، لا أن نظل نتلكأ على أبواب الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة وهم يريدون أن يجندوا الثورة السورية ورجال الثورة السورية وقادة الثورة السورية في مشروع قتال من يسمونهم الدولة الإسلامية، وليس في مشروع قتال بشار الأسد. هذه نقاط جوهرية. يعني أنت ذكرتي سيد زهران علوش، زهران علوش منذ أيام كان يذهب إلى كوباني ليقاتل إلى جانب الحزب العمالي الكردستاني إذا صحت العبارة. هذه المواقف، نحن هذه ليست أولوياتنا بأي حال من الأحوال. سنعود ربما لهذه النقطة، ولكن دعنا نستمع وجهة نظر محمد الشيخ لي الناشط الحقوقي والمتخصص في العدالة الانتقالية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وبداية ما رأيك في هذه المبادرة؟ هل تراها أنت كخبير في العدالة الانتقالية تحمل حلا فعليا ينهي مأساة الشعب السوري؟ نعم سيدتي، تحياتي لك وللأستاذ زهير والأستاذ ربيع وكل مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة ما يتعلق بالوضع السوري ونتيجة السنوات الماضية وما ظهر منها من مبادرات سياسية، سواء كانت إقليمية عن طريق الجامعة العربية
أو عن طريق أو الدولية عن طريق الأمم المتحدة، أنا أرى أن هنالك إشكالية كبيرة في عقلية النظام السوري لعدم تقبل أي حل سياسي يعيد سوريا ويحفظ شعبها وثرواتها. المشكلة أن النظام السياسي في سوريا إذا ما قبل أي حلا سياسيا لهذه الإشكالية الدموية الكبيرة التي تعانيها سوريا والمنطقة، فهو يوقع على قرار انتحاره. والنظام السوري يدرك هذه المخاطر بصورة جلية، وبالتالي مهما كانت هذه المبادرات التي جاءت يعني حاليا، أنا لا أعتقد أنها ستأتي أكلها لحل الإشكالية. للأسف هنالك تداخلات إقليمية ودولية في الملف السوري. الخندق، خندق المعارضة، وكما تفضل الضيف في الاستوديو الأستاذ زهير، أعتقد أن ليس هنالك وحدة صف لدى الخندق المعارضة لغرض إيجاد الحلول الحقيقية للوضع السوري. هنالك جهات متعددة، هنالك أزمة ثقة ما بين أطياف المعارضة السورية، وبالتالي المستفيد من هذا الوضع هو النظام السوري الذي استمر رغم ما جرى من وضع مأساوي ومؤلم ودموي بحق أبناء الشعب السوري الأبرياء. هذه يعني الذي يعمل في المجال الدولي يدرك أن الهيئات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لديها بعض البروباغاندات التي تستخدمها في كثير من مناطق النزاع في العالم. لو كانت هنالك جدية حقيقية لدى المجتمع الدولي في ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في سوريا، لكان هذا الأمر تم منذ جنيف واحد وليس جنيف اثنين إلى يومنا هذا. ولكن السيد سيد محمد شيخ، يعني طول الأزمة والمأساة التي يعاني منها الشعب السوري، ألا تعطي ربما مبررا إضافيا للتمسك، كما يقال الغريق يتمسك في قشة؟ فهل من المفترض أن يدير الائتلاف ظهره لهذه المبادرة، أم أنه يتعاطى معها بجدية ويرى إلى أين ستوصل الشعب السوري؟ الطيف المعارضة يجب أن يتحلى بعقلية استراتيجية وليس بعقلية منغلقة في التعامل مع هكذا مبادرات. بالتأكيد ليس هنالك عاقل يرفض أي حلا سياسيا سلميا يجنب سوريا وشعب سوريا المزيد من الدماء، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الأطراف المتصارعة داخل سوريا لديها نوايا حقيقية لإيجاد حلول سريعة؟ أنا أشك في ذلك من خلال ما شاهدناه خلال السنوات الماضية، وأيضا من خلال التمزق الذي ذكرته في خندق المعارضة. بالتأكيد نحن ندعم أي حل، أي مبادرة لإيجاد حل سياسي سلمي يجنب سوريا المزيد من الدماء، ولكن السؤال هو كيف؟ هل هنالك نوايا دولية حقيقية لإنهاء الملف السوري، أم أن هنالك نوايا دولية تستخدم الملف السوري لغرض تحقيق مصالحها في المنطقة؟ طيب، القمة الخليجية الأخيرة كانت هناك إشارة واضحة وتركيز على الحل السياسي في سوريا، ألا ترى في هذا ربما مؤشر على اتجاه ليس فقط ربما دول الخليج ولكن القوى التي تراها متصارعة سواء روسيا أو أمريكا على ضرورة أن يكون الحل سياسي في سوريا؟ بالتأكيد هكذا إشارة تعودنا عليها في بيانات ومقررات اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، أو حتى في مقررات واجتماعات القمم العربية. أنا لا أعتقد أن الحل سيكون عربيا، والتوازنات الدولية لن تسمح بإيجاد حلا عربيا للوضع السوري. كما ذكرت هنالك مصالح دولية تستفيد من استمرار هذا الوضع المأساوي تنفيذا لمراحل المخططات التي رسمت بعد عام 2003 منذ أن صرح جورج دبليو بوش بأن هنالك خارطة جديدة للشرق الأوسط بدأت في العراق ونحن الآن نراها في سوريا، ومن ثم ستكون لبنان.
هنالك خارطة مرسومة لهذه المنطقة، هنالك مصالح دولية في المنطقة، هنالك صراعات دولية في المنطقة إقليمية ودولية. وبالتأكيد لا أريد أن أكرر ما ذكره الأستاذ زهير من الدور الإيراني الخبيث في التعامل بالملف السوري واستخدامه لحماية المصالح الإيرانية في المنطقة. أنا أعتقد أن الأمر للأسف أصبح شائكا، بحاجة فعلا الملف السوري إلى أن تكون هنالك إرادة دولية تصدر عن مجلس الأمن الدولي يكون فيها حلا جذريا للوضع في سوريا. شكرا جزيلا لك أستاذ في خندق محمد. المبادرات فأنا لا أعتقد أن الحلول أو أن هنالك ضوءا في نهاية النفق السياسي لهذه المبادرات. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الشيخلي الناشط الحقوقي والمختص في العدالة الانتقالية. إذا ما ركزنا أستاذ عودي لك أستاذ زهير، إذا ركزنا على حديث بيكدانوف قال بأن هناك اتصال مع واشنطن بشأن هذا الحوار الذي تجريه مع أطراف متعددة داخل سوريا وخارج سوريا، هل ترى أن هناك ضوء أخضر أمريكي لروسيا لتقوم بالمبادرة هذه على الإجمال؟ الحقيقة هذا التصريح الجديد من بيكدانوف ينقضه ما سبق أن أعلنه لافروف. لافروف بيكدانوف هو نائب للافروف، نائب لوزير الخارجية. أيوة، فلافروف قال بأنهم يريدون مبادرة بعيدا عن الولايات المتحدة، والمشاهد في سوريا أن مبادرة ديمستورا هي التي تتقنع، هي مبادرة أمريكية بقناع دولي، والآن المبادرة الروسية، الروس كما نؤكد وكما أكد الأخ والزميل محمد الشيخلي، الروس يريدون الآن أن يعودوا بجزء من فاعلية على الأرض الدولية بشكلهم الدولي. أنا لا أعتقد أن الروس على صلة أولا بالأمريكان في هذا الشأن، ثانيا بالمعارضة السورية. الروس زعموا أو يزعمون بأنهم على علاقة مع معارضين سوري، مع المعارضة السورية، وهم ليسوا على علاقة حقيقية مع معارضين سوريين أقوياء. مع احترامي للقوى المعارضة التي تتصل بهم، ومع احترامي لزيارة الشيخ معاذ الخطيب وتفهمي لأسبابها وانتظارنا لنتائجها، أنا لا أريد أن أكون سلبيا، لكن أقول حتى الآن الروس لم يستطيعوا أن يقنعوا حجما قويا من المعارضة السورية بوجاهة ما يطرحون، وهم ما يزالون في أزمة. هم يزعمون، يخرجون على العلن ويقولون نحن على علاقة بالمعارضة السورية. أنا كنت أنتقد المعارضة السورية بأنها وضعت كل بيضها وين؟ في السلة الأمريكية. المعارضة السورية حتى الآن لم تقتنع كجو عام بأن الروس يمكن أن يكونوا وسطاء. لكي تقتنع المعارضة السورية، وأنا واحد منها، والأخ ربيع الشعار ثاني، والأخ الشيخ لي ثالث، لكي نقتنع بدور روسي يجب أن نلحظ جدية حقيقية. يجب أن تتقدم روسيا بتنازلات، بعربون حسنية، بأن تعلن مثلا بأن بشار الأسد لا مستقبل له في سوريا. عندئذ أما أن نقول بلا شروط، هذه بلا شروط كلام عمره 4 سنوات، تعيدنا إلى نقطة الصفر، هذه ليست مبادرة. المبادرة الروسية حتى الآن لم تقنع معارضين سوريين أو قطاع كبير من المعارضين السوريين، دعيني أقول هكذا، وبالتالي هي لا تزال على الرصيف تترنح، ويمكن لأن لا يكون لها حظ، والولايات المتحدة تراهن على ذلك أيضا. لكن نحن كسوريين يجب أن نبحث عن مصلحتنا، ويجب أن نستفيد من دفع هذه القوة بتلك حتى نحصل مكاسب أكثر لشعبنا، في إطار أن هذا النظام وعصاباته يجب أن لا يبقى لهم وجود على الأرض السورية. لكن في ظل استمرار هذا الصراع واستمرار ربما إصرار المعارضة على التمسك بمطلب رحيل الأسد، في رأيك أنت إذا ما ظل النظام يتمسك بهذا بتمسك بالحكم، هل هناك في المستقبل ربما ستكون هناك تنازلات ببقاء الأسد في الحكم وتسوية سياسية ربما ترعاها أطراف دولية؟ يعني دعيني أقول كلام، وهذا الكلام الحقيقة هذا نعم. توصيف إذا كان واقع نعم. والواقعية أحيانا تكون مؤلمة، وأنا لا أستهين بأعداد الضحايا التي تسقط كل يوم على الأرض السورية. هؤلاء أهلنا، الأهل أهلي والديار دياري. نحن نقول هذا متألمين، لكن نستطيع أن نقول بكل صبر وثبات هذا قدرنا أيضا، كما هو قدر الشعب الفلسطيني. نحن نعتقد أن فلسطين جنوب سوريا
وأن سوريا شمال فلسطين، وأن قدرنا في فلسطين وفي سوريا واحد، أننا ابتلينا بعصابات من نوع واحد تقتل وتدمر ولا أحد في العالم. هل رأيت العالم مرة يغضب؟ البارحة الإسرائيليين قتلوا وزير فلسطيني، هل سمعت أحد في العالم غضب لهذه القضية؟ لا أحد يغضب عندما يقتل الإسرائيليون الفلسطينيين، ولا أحد يغضب عندما يقتل بشار الأسد وعصابته السوريين. بشار الأسد الآن قتل 500,000 سوري. البارحة إسحاق نوت طبيب بريطاني يقول حلب مقبرة الأطفال. لا أحد في العالم يغضب لأننا نقتل، لكن أستطيع أن أقول هذا قدرنا وعلينا أن نتحمله، كما يتحمل المدافعون عن الأقصى قدرهم، وكما يتحمل أبناء الشعب السوري الفلسطيني قدرهم. علينا في سوريا أن نتحمل قدرنا وأن نواصل هذه الثورة حتى نستطيع أن نتحرر. إذا انتصرنا على الأسد تحررنا إلى الأبد، وإذا بقي الأسد بقينا تحت نير العبودية إلى الأبد. لكن ماذا إذا وضع شرط أن تقاتل المعارضة الدولة الإسلامية والنصرة ثم تتفرغ إلى الأسد؟ نحن الذين نفرض الشروط، يجب أن نتكلم. نحن ثورة، وهؤلاء ثوار، والثوار على الأرض ما زالت أيديهم على الزناد. لا أحد يفرض على الثوار شروطه. يعني الآن نحن ليست مشكلتنا الأساسية مع الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية أنا أقول دائما بشار الأسد العود والدولة الإسلامية ظله. إذا سقط بشار الأسد سقط ظله، إذا سقط بشار الأسد انتصرنا على الدولة الإسلامية وانتصرنا على كل أشكال التطرف. لا يمكن أن نستجر إلى معركة ليست معركتنا. نحن لسنا مرتزقة ولا نحارب لحساب الآخرين، ولسنا كما يقولون تجار حروب. نحن أصحاب ثورة حقيقية، نريد تحرير بلدنا، نريد تحرير شعبنا، نريد أن نستعيد كرامتنا. هذا الذي نقاتل من أجله، وهذا الذي سنستمر في قتالي من أجله. طيب، في النهاية ربما أريد أن نتحدث على إذا كانت المبادرة، ربما المؤتمر جنيف الأول لم ينفع والثاني أيضا لم يأتي بأي نتيجة، المبادرة الديمستورة أيضا والمبادرة الروسية أنت تتكلم الآن وضيوف أيضا الحاضرين يقولون بأنها هي مجرد أستطيع أن أقول عنها ذرة ماء في العيون، في رأيكم أنتم ما هو شكل الحل السياسي الذي يمكن أن يجسد فعلا ما يطلبه الشعب السوري؟ يعني أنا قلت منذ البداية الحل السياسي الذي نؤمن به ونسعى إليه في الوقت نفسه هو الحل بين القوى المجتمعية السورية. هذه ثورة وطنية من أول يوم لكل المواطنين السوريين، ليست ثورة فئة ولا مجموعة ولا عرق ولا دين ولا مذهب، هي ثورة السوريين من أجل الحرية ومن أجل الكرامة. سينضم إليها في لحظة من اللحظات كل السوريين، وعندئذ يمكن للسوريين أن يجلسوا جميعا ويضعوا أسس دولة مدنية من خلال مجتمع مدني يسعون إليها. هذا الذي نتطلع إليه. سيذهب بشار الأسد في معركة كسر الإرادات، ونحن نعلم أن المجتمع الدولي كله الآن يحميه، لكنه سينهزم بإذن الله وستنتصر هذه الثورة. طيب، إذا نظرنا إلى المعادلة بالمعاكس، ربما كما خدمت الأزمة السورية الأطراف الدولية لاستعمالها كورقة ضغط في تحقيق مكاسب تخصهم، هل يمكن أن تكون الأزمة السورية الآن مصدر لحدوث ربما كما يتحدث البعض عن عودة الحرب الباردة وربما لن تكون باردة بعد الآن، حديث عن أن هناك أسلحة لأس 300 طلبة سوريا في حالة ما تتعرض لقصف التحالف للنظام وليس للدولة الإسلامية، فهل يمكن أن تتحول الآن سوريا إلى مصدر صراع دولي وليس كما كانت سابقا؟ يعني دعيني أقول إذا عادت الحرب الباردة فستعود ليس بسبب سوريا، والأمريكان والروس والدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن لم يكونوا في أي لحظة من اللحظات مختلفين على سوريا، والفيتو الصيني والفيتو الروسي كان عملية توزيع أدوار، نحن ندرك هذا. الآن هناك خلافات بشأن القرم وأوكرانيا ومناطق أخرى في العالم، هذا شأن يخصهم ولا يخصنا. نحن لا نؤمن بأن هناك خلافا روسيا أمريكيا أساسيا حول سوريا. موضوع الأسلحة هذه كانت
صفقة قديمة مقررة وأجلت تحت الضغط الأمريكي في لحظة من اللحظات. الآن الروس كنوع من أنواع إثبات الوجود أمام الموقف الأمريكي يريدون أن يسلموها إلى سوريا، ليس أكثر من ذلك. لكن سوف يمضي الوضع في سوريا. الآن الثوار السوريين يجب أن نذكر الأمر بالناحية الإيجابية. بعض الناس يقول أنتم خلال 4 سنوات لم تسقطوا الأسد. أنا أقول نحن خلال 4 سنوات الشعب السوري بكل عظمته واقف في وجه بشار الأسد، واقف في وجه إيران، واقف في وجه حزب الله، واقف في وجه روسيا، واقف في وجه القرار الدولي الغائب والمتغيب. هذا الشعب الأعزل بسلاح بسيط يقاوم العالم كله. هذه ثورة الآن أصبحت ضد الجبروت العالمي وضد الاستكبار العالمي. فهذا هو المشهد الإيجابي أو الشق الإيجابي من المشهد الذي يجب أن ننظر إليه دائما. النصف الممتلئ من الكأس. النصف الممتلئ من الكأس. شكرا جزيلا لك أستاذ زهير سالم، مدير مركز العربي للدراسات. أشكرك جزيلا، وأشكر أيضا ضيفي ربيع الشعار الإعلامي والمحلل السياسي، وكذلك محمد الشيخلي الناشط الحقوقي والمتخصص في العدالة الانتقالية. وللأسف لم نتمكن من تحصيل غسان النجار الأمين العام لحركة الإصلاح والبناء. لم يبقى لي مشاهدي الكرام إلا أن أشكركم أنتم أيضا على حسن متابعتكم واهتمامكم، وفي أمان الله.